إن في مدارسنا يحبذ الكثير من المعلمين عملية التوقيت، والمعلمين دول بيعتمدوا على الكتاب المدرسي كمصدر لعملية التعلم. خلي بالك، الكتاب المدرسي لما أنت وأنت بتشتغل مع طفلك في المركز بتقول لي ما أنا بشتغل هم وسيلة تعليمية، فجبت له الكتاب، جايب له الكتاب. الكتاب ليس وسيلة تعليمية ولا حتى السبورة أو البورد اللي بنكتب عليها. فبالتالي اللي بتشتغل جوه الفصل ومعاها كتاب وسبورة هي معلمة تقليدية.